هلو 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 يا جماعة، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في بث مباشر جديد. معانا دلوقتي المنتجة الكبيرة المتألقة دايما ليلى الشبح ومحمد الجدع. طبعا حضرتك عارفة ان محمد مستفز شوية. طيب هرد عليك دلوقتي ماشي، بس هرد الاول على ناسي. مساء الفل ومساء الهنا على كل حبايب قلب ليلى الشبح في جميع انحاء العالم. طبعا انا محمد هو شخص انا عن نفسي كان مستفزني، كان بيستفز اي حد، وكنت حالفه اول ما اشوفه لازم هرمه على، بس لقيته بصراحه الناس هي اللي بتستغله، الناس هي اللي بتستغل طيبه قلبه، هي اللي بتقول له اعمل كذا عشان تستفز الناس. عايز اقول لكم انا ما طلبتش منه اللي هو يجي، صح يا محمد؟ مسي على الناس الاول. ومعانا صفحه ابو دير، اهلا وسهلا لكل متابعين منصه ابو دير ميديا. بس محمد هيمسي طب الاول على الناس، يمسي براحتك اتفضل. محمد مسي على الناس اللي هي يعني قفله منك من الاخر، الناس كلها متضايقه منك. ليه بس؟ انا زعلان فيك يعني. انت بتطلع انت استفزتني، انا مستفز عيالي، مستفز كل بيت في مصر، كل شخص فيه. تعتمر اي حد والله. طب ده حد ايه؟ بصوا يا جماعه، انتوا عارفين ان انا ما بعرفش اكذب وما بعرفش ان انا عايزه اطلع ترند بحد، عشان الحمد لله انا راكبه ترند من زمن الزمن. لكن موضوع اللي محمد هو ذات نفسه بيخش يقول كذا او يستفز الناس، لا. محمد اي حد بيطلع معاه بدون ذكر اسماء حد هو اللي بيقول له اعمل كذا، استفز كذا. اصلا ما تخافش، لا حقيقي انت طالع مع ليلى الشبح. محمد اطيب خلق الله بجد بجد بجد. عايز اقول لكم هو كل يوم عند البيت عندي طبعا، صح؟ وانا قلت له لا مش هطلع معاك، انت ايه حكايتك؟ انت ايه حكايتك؟ فراح قال لي خلاص. لا والله العظيم، فقعدت مع كذا حد معايا فلقيته فعلا هم اللي بيستفزوا. طبعا خلينا مع محمد، اكلم بس الصحفي اللي معايا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، منوره، ربنا يخليك. الناس كلها قرفت من محمد وبيقولوا ان هو الاول اتعاطفوا معاه، ولكن بعد كده الناس بقى السوشيال ميديا المعروف في عصر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ان الترند يوم يومين شكرا في غيره، لكن محمد انا مش عارف ده رزق من عند ربنا ولا ده ايه. حوار محمد، ايه حكايتك يا محمد؟ محمد تعليق حضرتك اصلا على اللي محمد فيه دلوقتي. انا تعليقي محمد هو اللي اتكلم. انت قاعد يا ابني ليه كده؟ انا كنت قاعد من شويه قبل ما اطلع اللايف كنت برضو يعني ما الناس. محمد شخص عادي جدا 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 جدا. لا عندي صوره زي الناس. لا بص، الناس بتقول لي بلاش مدام ليلى تطلعي معاه، بلاش مدام ليلى احنا هنكرهك، خساره تطلعي معاه. لا طبعا انا بطلع مع اللي بيمسح العربيات واصغر حد في الشارع، وانتوا عارفين وكنتوا معايا وعارفين ان انا بجي الناس دي كلها، فانتوا عارفين ان انا ما بحبش اكثر خاطر حد. وانا كليلى الشبح مش مستنيه محمد اطلع بيه ترند. لا انت ترند لوحدك طبعا، هو كل يوم عند البيت عندي. حصل فعلا حقيقي، وكانوا بيصوروا من كام يوم خدت منهم الكاميرات والبتاع، قلت له لا مفيش حاجه تنزل. حصل قلت له لازم الاول اعرف ايه حكايتك. طبعا صح حقيقي. وقبلها من كام يوم برده شايفاه وعارفاه، ما حبيتش اطلع ترند، انا حبيت اعرف ايه الشخصيه دي وايه الناس اللي حواليه بيستغلوا لي. طبعا صح. لا في ناس كده بتخلينا اقطع كل شويه. علي سودك عشان الناس تسمع. لا في ناس يعني بتخلينا اقطع على السوشيال ميديا بالاخر. اقسم بالله انت اللي طيبه، هو مستفز، هو خبيث. طب يا جماعه ربنا جعله اللي هو ياخد الرزق، يعني ربنا جعله اللي هو يتشهر خلاص زي ما اي حد. ربنا هو اللي بعت الرزق ده من عنده، بس بعته ما ينفعش ان انت تستفز الناس دي. طبعا ربنا بعت لك الرزق طبعا عشان خلاص هو شاور عليك، بس ما تطلعش تستفز الناس. لا 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 بس لا انت مستفز. لا والله انا كنت حافه لاضربك. طبعا انت مستفز فعلا. طبعا ربنا يخليك. فبعد اذنك بعد اذنك انا شوف، انا اهو قلت ان انا هطلع بيك، وانت مين اللي جابك هنا؟ لا انا اللي جيت، بحلف بالله انا اللي جيت. ولا قايل له تعالى والنبي خد فلوس ولا اي حاجه. مش هتسال بقول لك اديت له كام يا شبح؟ لا بصوا يا جماعه، لا بص اي حد بيدي محمد فلوس مش هنكذب. انا حصل ولا حصل؟ لو هتكذب هخبطك باي حاجه. لا لا صح؟ لا اي حد بياخد محمد
عايز يطلع محمد ترند بيديله فلوس. حصل. اقسم بالله. حصل. ماشي؟ حصل. انا كليلى هو اللي جاي لي عند البيت. حصل. هو اللي كل يوم موجود. حصل. قلت له انا كان معايا محمد كان هيجي هو وكذا حد. طب هنا شوية. هنا شوية خليني هنا شوية. ماشي. يا جماعة انا محمد ما قلتلوش تعالى. محمد انا حبيت اعرف ايه حكايته حتى هو قلت له خد يلا. انت عارف انا الوحيده اللي ما قلت لكش اتصور معاك عشان حاسه ان انا اضربك في مصر الجديده. انا بقعد عند كافيه عند مالي الشعبولة. الكافيه ده اسمه مصر الجديدة. أوه. انا بقعد عنده على طول. الكافيه ده عند مالي الشعبولة الله يرحمه عمر شعبان الرحيم. ثاني حاجة هي قاعدة الناس استاذة ريان الشبح. انا لازما فعلا اشوفها وهي معدية. لازم نسلم عليها ده واجب علينا. واختنا الكبيرة طبعا وليس الأفضل. يعني انا جاي والله العظيم انا اللي جيت. عايز اقول لكم يا جماعة بجد بجد انا قلت له انا الوحيدة ليه ما طلعتش ما سلمتش عليك يلا ولا اتصورت معاك اتجنن. فقلت له انت تعالى هنا انت ليه عامل كده. انا قلت له عايز اطلع معاكي اقسم بالله. انا قلت له عايز اطلع معاكي اي مش اي بتقول. انا رفضت خد حتى هو اتصور معايا قال عشان خاطر وكل المواقع كانت معايا. قلت له ما حدش ينزل صور ليا من كام يوم. قلت له ما حدش يعمل اي حاجه. حبيبي تسلم لي بس الناس بص حبيبي لا حقيقه والله انا عايزاك دلوقتي يا محمد بلاش الناس اللي هي بتستغلك اللي انت تطلع الراجل مستفز ورخم. صح الرخامه لا لا طبعا خلي بالك اكتر الناس ممكن لو شافتك هتضربك. طب انت ناوي تعمل ايه علشان الناس ما تبقاش مستفزه منك؟ لا ربنا معايا ان شاء الله. لا هو مش هيعمل حاجه. هو يعمل حاجه هو يبقى كل حاجه الناس عايزاه. ده رزق عنده مصداقيه. ما هينفعش اللي انت تكذب تقول انا عندي وعندي وعندي. لا لا ربنا يزيدك. ايه موضوع العربيه والشقه والبتاع؟ مين؟ مسلسلات ان شاء الله. مين؟ مسلسل سلاسل بس ماشي. يا عم ماشي ربنا يزيدك. مع بلال برضه ولا مين؟ مع بلال الصبري اكيد. بلال الصبري محمد معايا مسلسل العربيه اصلا قلت لحد مديها لك. بلال الصبري معاه ان شاء الله طلع داخل معاه في المسلسل ان شاء الله. يا بلال يا صبري يا بلال يا صبري يا بلال يا صبري بلاش خلي بالك محمد. طب اقول لك على حاجه بلال الصبري ده حبيبي واخويا بقى والله هو بيعزلني لله في الله. ما هو لله في الله بس ما بتاخدش منه فلوس؟ لا باخد. طيب ايوه باخد ايوه اقول لا ساعة الفيلم حصل قافش هيترد. لا استنى لا 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 اعرف الناس اعرف الناس عشان فعلا الناس دلوقتي بتقول لي انت تديله تليفون يا شبح. انا ما بديش لحد حاجه. لا انت اصلا ترند الواحد كان عايز اطلع معاك اهو بخلي بجد والله اهو. ايه رايك؟ انت معروفه حاجه معلميه. هي يا جماعه بس محمد طيب جدا حسيت ان الشبح دي معروفه. انا يا ريت مكانها. لا يا واد انت انا ليلى واحده بس. ايوه عارف بقول لك يا ريت ولا راجل ولا ست يقدروا له الحمد لله طبعا ده من عند ربنا نعم بالله. محمد حد طيب. محمد ما تطلعش تاني تستفز الناس بصراحه. لا لا بجد انت ليه حابب الناس تكرهك؟ زعلانين منك يعني اللي معاه شهاده واللي مهندس واللي دكتور. معلش انت ما حد نفع. لا ده ربنا هو اللي جعله رزق. ربنا شاور عليه. بس انت دلوقتي لا فاضي. معلش هسالك سؤال. معلش انا اسمعني يعني من التلفزيون او الاعلام او البرنامج او حاجه حد حبيبي معلش يعني من الناس الجاي انا ليه ما اقولش لا ليه يعني اقول لا لا طبعا تروح ده رزق ربنا شاور عليك. طيب بس هم بقى زعلانين. عايز تقول لمحمد ايه؟ عايز اقول لا لا انا بتكلم ان محمد في شباب كتير طالعه من الكلام اللي بيقوله عنده جبت عربيه ربنا يزيدك في نعم الله. ربنا يزيدك حبيبي. ربنا يزيدك في نعم الله. بس لا ايوه بالظبط. خلي عندك مصداقيه للشباب. خلي عندك الناس كلها دلوقتي في ناس كتير بتتابعك طبعا واخد بالك. في ناس كتير بتتابعك ربنا شاور عليك خلاص نعم الله واخد بالك. بس في ناس دلوقتي معلش يعني بس بتصل الظروف اللي احنا فيها والشباب. لا 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 بس انت بتقول ايه ده شويه. طب يعني التلفزيون بيكلمك او بيقولني لا مصلحتك ده رزقك. ده رزقك ربنا بعته لك. لا طبعا ده رزقك محدش يقدر يتكلم. ده رزقك. تقول لك ايه اختفي شويه بقى. طب هو عامل ايه؟ طيب اقول لهم ايه؟ محمد لا محدش قال لك اختفي شويه. لا 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 محدش قال لك محمد انا اقول لك كلمه. تمام بص يا حبيبي ده رزق جاي لك زي ما دلوقتي انا هكلم عرسني. ربنا جعل حمو بيكا في مكانه دلوقتي طبعا. شاكوش في مكانه طبعا. عمر كمان في مكانه أصحيح. عمر كمان لما العيله المالكه حد من العيله المالكه راح هناك هديته بعربيه ده رزقه تمام. وعمر تعب في حياته تمام.
حمو بيكا تعب في حياته، ربنا جعله برضه لما تقولي سطيف هديه ده رزقه. شاكوش كذلك، اي حد حتى من المطربين اللي هم بقى المهرجانات اللي هم الشباب اللي هم الشعبي، اي حد ده رزق جاي من عند ربنا. يعني لسه اول امبارح بقى استاذ محمد رمضان بيقول هيبقى اخد نص مليون جنيه ومسمع على السوشيال ميديا. لا محمد والله ما سمعتش السوشيال ميديا. استنى ربنا خلاص واتصل بمحمود اخوه بالظبط. ما انا معايا محمود بالظبط ايه لكن ده مش هيبعت معايا اي حاجه ولا اتصل بيا عشان بكلم حقيقه. بتقول يا محمد عيد تاني كده. هو استاذ محمد رمضان بيقول ان انا اديت لمحمد عادل 500,000 نص مليون. ما كنتش شفت الناس دلوقتي بيسوقوك عشان خاطر يدوك يا عيني بالظبط. هو ما حصلش. خليه يوجهني ان هو اداني حاجه زي مين كده. مين قالك كده؟ ايه؟ مين قالك؟ سمعها على السوشيال ميديا. ويا ما تسمع اي حد بيعمل اي ترند وخلاص يكتب اي خبر فيسبوك بالظبط كده. لا 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 استاذ ادوار كده. لا لا عزم على عشوة عدل عشوة و1000 جنيه. استاذ ادوار بيقول لك انا عزمه ادوارد بيقول لك انا عزمه على عشوة و1000 جنيه. حلو كلامي؟ وانا قلت له لا هات 10,000 جنيه و20,000 جنيه. ليه؟ انا مين انا؟ لا انا هجي لك وما تعشاش واديني ال 1000 جنيه. جدع انا تحت امرك. جدع اهو. لكن كل واحد يكتب بوست يقول لك انا جيت لمحمد لا ده كذب ودي اشاعه. جدع مفيش حد يطلع حاجه ليا. لا بس انت بتاخد. انا باخد انت بتسمي انا باخد انا باخد من الاعلانات. حلو كلام الانتاج معلش التلفزيون الكلام ده كله تمام. لكن مفيش حد اداني حاجه من جيبه. تمام بالظبط كده عشان الكلام بصريح برضو. ايوه يا جماعه بس الاول الناس كانت بتساعدك يا محمد. نعم انا اقول لك على حاجه. لا 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 مفيش حد يساعدني. ثواني يا واد اللي ساعد ربنا. ثواني اللي ساعد ربنا. ثواني لا بالله ثواني عشان تبقاش مستفز. تمام ايوه انا مش عايز اطلع باللي انا طلعته معاك. لا وقبل ما اطلع اللايف انت عارف. تمام عايز اقول انا اول ناس انا بجد لما حصل موضوع مطعم التحرير عرف الناس ايه الحقيقه. عرف الناس ايه اللي حصل عشان هم عارفين ان انت عامل كده. انا واحده من الناس لما لقيته كده كنت عايزه اجيبه واروح بيه كشر التحرير اخلي صاحب المكان هو اللي يخدم عليه عشان كسر الخاطر بتاعه. لكن لما لقيته بقى مستفز وبقى على طول في السوشيال ميديا وعلى طول وعلى طول وعلى طول قلت لا 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 ده فعلا الولد ده مستغل النقطه دي عشان يركب ترند وياكل عيش على قفا الناس. انت ايه اللي حصل في كشري التحرير بامانه للناس كلها عشان تقول والله بامانه الله بامانه الله واقسم بالله واقسم بالله واقسم بالله وكفى بالله انا داخل اجيب علبه كشري يدور يعني صوتك بس الناس تقول لك صوتك واطي هنا ليه عند الشبع؟ تمام ما ينفعش يعلي الصوت وخلي بالك. والله انا داخل اجيب علبه كشري. حلو الكلام؟ هو داخل البول لقيته قال لي قبل وانا داخل عند السلم لقيته بيقول لي اطلع بره. اطلع بره. انا خدت بعضي وطلعت بره. مين اللي قال لك؟ للمدير. انا قعدت بيني وبين نص دقيقه بره قدام الباب قام قال لي كده اتحركت جامد قوي وخدت بعضي وطلعت بره. انا قعدت نص دقيقه بينه وبين ربنا. حلو الكلام؟ اما قعدت نص دقيقه وقلت ازاي يقول لي كده؟ لا انت قاطع جوه ازاي يقول لك كده؟ دخلت جوه يا ترى كان في صاحبه جوه؟ حلو الكلام؟ هو من قال لا بزعق اقسم لك بالله فتح الكاميرا بظروفها اقسم بالله ما اعرف في صاحبه جوه وفي ناس كمان اتكلمت في المحل جوه قالت احنا نقوم هو اللي يقعد. تمام انا حتى قلت له ليه انت بتقول اطلع بره؟ انا قاطع بون انت ازاي تقول لي اطلع بره ومش اطلع بره؟ فهمت ايه؟ انا حتى خليت معاه. انا حتى بعد ما خدت العلبه وطلعت بره اقسم لك بالله انا حاسس ان انا زعلان. انا قلت هخش اكل جوه في وسط الناس. حلو الكلام؟ عشان انا بني ادم زي اي بني ادم. هو ده الحقيقه. اقسم لك بالله كان شعورك ايه ساعتها؟ انا عايز اقول انا حتى دخلت معاك على الترابيزه وفتحت العلبه بتاع البريك جه قال لي يا فندم على اذنك انت عامل ايه؟ بقول له الحمد لله. قال لي هو هنا معلش على اذنك ممنوع البريك. قلت له ان ده لاي حد من المسؤولين. تمام كده؟ هو حتى راح المدير قال له لا سيبه خليه كلها عشان هو عارف بغلطه اللي هو عمله. حلو الكلام؟ تاني يوم حتى لو انا كذاب في فيديو تاني يوم عملناه جوه في كشري التحرير نفس المحل. يعني مش نفس اليوم هم نزلوا فيديو ايوه الدنيا اتقلبت تاني يوم دخلت تاني يوم بصحافه. حلو الكلام؟ وتاني يوم دخلنا بصحافه جوه جابني المدير زميله قال لك ايوه فعلا زميلي قال له اطلع بره انا كنت موجود. حصل الكلام حقيقه. حلو الكلام؟ بالظبط كده. في فيديوهات معايا في مستندات معايا كل حاجه معايا بالحاجات دي. يعني حتى انا لو بعمل حوار زميله هيقول عليه كده؟ لا
لا طبعا. لا مش معقول. والفيديو معمول جوه كوش التحرير، يعني اصلا كانت قضيه جوه حاج عماد كوش التحرير بتاع كوش التحرير اترفض يقابلني. حاج عماد صاحب المحل اترفض يقابلني عشان انا عارف بقى. قولي له بقى الكلام ده بقى ليه يا عمده؟ ليه رفضت؟ قولي له بقى الكلام ده. بالعكس لما ترضيه وترضي كرامته في حاجه اسمها حتى ده اللي بعت له كذا مره عشان عايز اشوفه. ممكن سؤال معلش سؤال يا محمد؟ طبعا انت اضطردت من الواقعه وكلنا عرفنا اللي حصل تمام، وانت كنت زعلان ساعتها. انت دلوقتي ايه رايك في اللي حصل معاك؟ هل انت مبسوط انه حصل معاك كده ولا زعلان بعد ما النية كانت وش خير؟ لا 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 ودي بتتبسط. انت شايف اللي دي ببساطة؟ كان خش محل وخليت رضا، دي كسرة نفس طبعا. معلش يعني بس ما انت غلطان اللي انت استغلتها، الناس اللي حواليك استغلوا النقطة دي يا فندم. الصحفيين والجورنال والتلفزيون يا فندم معلش بالظبط كده، هم دول اللي سمعوا على السوشيال ميديا اكتر حاجة كمان برضه. خلي بالكم انا قبل ما اطلع بمحمد بالزبط. انا وكذا موقع وكذا حاجه من كام يوم ومن 15 يوم 20 يوم كل ده قلت لهم تعالوا هنا ايه اللي انتوا بتعملوه مع الواد ده؟ الواد ده فعلا كده 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 مستفز. لقيته هم اللي بيقولوا له اعمل ايه، هم اللي بيقولوا له اعمل ايه. ففعلا فعلا فعلا بجد اي حاجه بتلهي اي حد في اي حاجه. لا يا جماعه الناس اللي بتقول لي محمد ده بيلهي الناس عشان الشعب هو محمد خارج عن نطاق الموضوع ده خالص. ده اطيب من اسماعيل ياسين. انتوا عارفين لو انا مين هقول عليه اللي هو شر، لو انا مين هقول عليه اللي هو كذا، لكن مش بطبله. ده انا كنت عايز اخنقه اول ما شفته وشتمته شتايم ما حدش يستحملها اهو. ما اقدرش اقولها عشان اللايف يعني انا بجد 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 محمد انتوا يعني انا عايزاك يا محمد. انا اهو اديتك الامنيه اللي انت كنت عايزها اللي انت تطلع مع ليلى الشبح تقعد انت. انا اتمنى ماشي ايوه ماشي اتمنى وكذا يوم وبقالك كتير وانا بقولها لك اهو. بس اوعدني اي حد هيطلب منك حاجه تعملها ما تستفزش الناس. لا 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 مش هستفز الناس طبعا انا تحت امر الناس. ما تستفز الناس الاستفزاز ده. لا طبعا انا بقى كليلى اهو لو لقيتك طالع مع اي حد لا بتستفز الناس حسابك معايا انا. انا اي حد دلوقتي بيطلبني على اي حاجه اقول له خش القناه جوه من الانتاج الاعلامي ولا تحت امر مين؟ يعني حضرتك اي حد دلوقتي عمالك يعني معلش لا مش الانتاج ليه يعني مدينة الانتاج الاعلامي مدينة الانتاج الاعلامي مدينة الانتاج الاعلامي انت الدرج كمان انت الدرج نعم انت الدرج معلش على قد ايوه ايه ده قالك هو بيقول مدينة الانتاج الاعلامي. طيب يا جماعه بص ده طيبه خدي بالك مش لا ده دي طيبه حقيقه والله. انت مين؟ انت بكره معادنا بكره معادنا انت معادنا بكره. بجد محمد انا لا ما عندوش شقه يا جماعه. الناس بيقول لك فين الشقه؟ ما كانتش لا في كان في ولا كنت بتهزر؟ لا في بس حد مديها له هديه يسكن فيها مؤقتا. يعني يا جماعه دلوقتي محمد ما اشتراش شقه تمليك. انت دلوقتي حد هداك شقه تقعد فيها؟ ها؟ طيب فاعل خير يا جماعه اللي هداله الشقه يقعد فيها ده فكر الف خير. بس ما نطلعش نستفز الناس زي ما حضرتك قلتي دلوقتي من شويه اللي عمر كمال لما راح السعوديه حد ادى له هديه. انا قلت انا مش بشبه محمد بعمر او بتاع، انا بشبه الكل ببعض بصفه عامه. انا بصفه عامه بس انا بصفه عامه دي نقطه حلوه ان انت بتوضحها للناس. انا بصفه عامه انت نفسك تحلم ان يبقى عندك الشقه دي ربنا يديها لك وتبقى ملكك. انا بصفه عامه انا بقولها لكل الناس كلنا ولا تسعة صح. ما انا بقول لك هو عامل اغنيه كلها كلتنا ولا تسعة. خليه يبقى يغني منها شويه. عامل اغنيه كلتنا ولا تسعة مع مين؟ مع عصام. مع عصام شعبان. عصام ده اللي وداك في حته ثانيه خالص اكتر. اسمها يا اخويا كلتنا ولا تسعة. طب انا غلطانه اللي قلتها. انا غلطانه قلتها بس في طبقات. بص ربنا جعلنا طبقات فلسه هكمل ما بقولش ان احنا كلنا لسه هكمل. هتلاقيه طالع لك في كل حاجه هتقوليها. ما نطلعش نستفز الناس. انت سايق ده رزق ربنا مش انت عامل نظافه. اللي انت ربنا اداك الشهره لكن ما اداهوش يا جماعه اللي احنا متخيلينه. طب معلش انا هسالك سؤال. انا دخلت عامل نظافه ليه؟ دخلت عامل نظافه ليه
عشان حكومه سلمها بس عشان تستفيد بالشغل. لا 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 ناس تقول لك ايه بقى انت داخل عامل نظافه حلو الكلام عشان ايه تطلع ترند. هو في ناس تقول لك انت لايف على لو المؤاخذه يا جماعه اللايك على الله اكبر بيعصر بالفرج كمل كده عشان الناس. انا دخلت اعمل نظافه انت اصلا مش عامل النظافه. لا انا سواق استني يا فندم دي واحده تفهمني. طب بقالك قد ايه شغال عامل نظافه يا محمد؟ نعم بقالك قد ايه شغال عامل نظافه؟ تسع شهور. تمام بص يا فندم بعد اذنك انا اصلي صلاه. تاني حاجه عشان اعمل روستي عشان ادي الشيء للحاجه اللي كنت عامله. معلش برافو عليك. تقول لي ايه بقى؟ ده انت اصلا سواق انت اصلا مش عامل نظافه انت اساسا داخل موظف في شركه النظافه؟ ما لا متعاقد مع شركه مع واحد اسمه حسن عويس متعاقد. ما تذكرش اسماء مش عارف بدون ذكر اسماء. تمام يعني انت مش عملت كده عشان تركب ترند. اه بالظبط بالظبط. لا 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 انا اقول لك بقى الغايب من يوم كذاب كل يوم يصير عليه كذاب يا عم كذاب كذاب لنفسه. طب كذاب لنفسه خلاص عم كان يعني في ناس تقول لك ايه كمان يعني انت اصلا مبسوط مع الشغل عشان انت ايه كنت ايه كنت كلها بتعمل كده. لا طبعا ده في حاجه عندنا في الهيئه اسمها متابعه. المتابعه دي حلو الكلام لو قابلك في الشارع هيقول لك كلمتين لو ما قالتش البدله ده الناس كلها ما تقول كذاب كذاب. انت بتكذب في ايه؟ هو انا عارف اقسم لك بلا ما في كذب. خلي بالكم يا جماعه قبل ما اطلع مع اللايف والله ما في كذب. لا هو لو بيكذب على الناس كلها استحاله يكذب وهو قاعد جنبي. والله العظيم في كذب والله العظيم. بس محمد صادق في كل حاجه بيقولها. بس انا اقول لك على حاجه حضرتك على حاجه الناس بس. طب اقول لك على حاجه السنه دي واحده ايه ده؟ طب انا طب نفس الشخص هناك داخل هنا يقول كذاب 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 السنه دي واحده بس اقول لك على حاجه. طب انا عامل معهد في خش التحرير معلش يعني وساعة الواقعة حلو الكلام كانت معلش يعني انا عامل معهد فيهم يعني انا لو كنت كذاب كنت اتحبست معلش يعني مثلا ما علينا. الكذاب لنفسه يا جماعة بالظبط كده. الكويس لنفسه الوحش لنفسه. بس في ناس ما بتحبش الخير لحد. لا الخير ده جاي لك من عند ربنا. اقسم لك بالله هي الناس بس مستكتره على عامل النظافه. لا هي مستكتره عليه. لا وتقول لي حاجه لا انا واخده منها معلش انت وصلت النعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى مش ما حدش عارف يوصلها. ممكن ناس تدفع ملايين توصل اللي انت فيه ده وما تعرفش توصل له تمام. لكن انت ربنا اختارك ده سبب. الناس بقى هنا عندها ثقافه اللي ازاي محمد يبقى واصل في اللي هو ده فيه ده كله. ده من عند ربنا بس توصل له الحاجه واحده من غير استفزاز. طبعا من غير ما تستفز الناس. هقول لحضرتك على حاجه بجد انا واخده من الناس بس انت خالص. طب هقول لك بكره ما تتكلمش. طب هقول لك على حاجه بس صغيره. تعالى بكره. حاضر حاجه صغيره بس كلام سليم. اتفرجي على محمد وهو بياكل. اتفرجي عليه على طريقه اكله وهو بيلم اللقم الصغيره ما بيرضاش يسيبها على جنب. اتفرجي عليه الحاجه بتاعت لا دي حاجه حد جدع من جوه نضيف. حد انا لو مش لايق انا لو مش شايف هو طيب اهو قعد يتحايلوا عليا لغايه الساعه 7 الصبح صح من كام يوم. اقسم بالله ما رضيتش ايه لغايه الساعه 9 يا استاذ. 9 الصبح. اه والله لغايه 9 الصبح. ايوه والله من 3:30 بالليل ل 9 الصبح. ايوه والله ولا رضيت حقيقة. وكانوا بيصوروا وبتاع خليتهم لابوه خالص. حصل ده حقيقي. احنا بنشكرك على ظهورك معانا على ابو كبير ميديا وبنشكر محمد طبعا. طبعا اجمل صفحه ابو كبير ميديا طبعا. تشرفت بيكم طبعا. تشرف لينا ودايما متعلقين ودايما نمبر 1 باذن الله. ربنا يكرمك باذن الله باذن الله. ان شاء الله نبقى معاكم حصري في كل حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بصوا يا جماعه محمد انتهينا بقى دلوقتي. انت خلاص ولا لسه؟ لا مكمل معاكم كملوا. ايه الناس يا عم الرحمه شويه ارحمنا شويه. يا ابني ما تشغلش دماغك على حاجه يا عم ربنا يوفقك وخلاص. طيب يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه واحده بس خلاص. طنط ليلى هو اوفر قوي. انا عارفه اللي هو اوفر قوي بس هو طبيعته. خلي بالكم معايا هو يخاف اوفر ازاي ده مش لا هو يخاف اللي هو يتمنظر ويعملها زي ما بص اي حد على قد ايده طبعا حقيقي. انا لا هو بطبيعته ونعم الله حقيقي. اسمعوا مني بجد اسمعوا مني الراجل ده بجد 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 حد طيب. قلنا لكم هم اللي بيستغلوه عشان يركبوا على حصه ريد. اي حد الجمهور بيقول لك منوره الدنيا و... فوق راسي طبعا صفحه ابو كبير طبعا فوق راسي فوق راسي فوق راسي. كل الناس المحترمين فوق راسي كبير وصغير. انا بقابل الناس كلها وبحب الناس كلها وبعامل الصغير قبل الكبير. يعني انا بالنسبه لي اي حد من الكبار اللي ليهم اسامي عندي انا الاسامي عندي على التراب.
بعتمدش اسامي ليه الراجل بموقف ممكن عامل العيل الصغير او عامل النظافه او اللي يمسح عربيات بطلع معايا في لايفاتي على طول وبطلع معايا الكبير والصغير برضه. بس تعالى قول لي كده انت عامل غنوه اسمها ايه؟ طبعا ايوه مطلع اغنيه كلتنا ونفسها. كلتنا ايه؟ كلتنا ونفسها اسمها. بتقول ايه؟ عارف صوتك شايفاه بيقول لك انت بتعمل ليه كده؟ ده عامل اغنيه لا انا مطلع اغنيه ونفسها عشان بنسعى. انا مش عايزه بتاعت اليوتيوب عايزه اشوف الثانيه اسمها ايه؟ طبعا انا مطلع اغنيه كلتنا ونفسها عشان احنا بنسعى بالظبط كده. كلتنا ولاد تسعه. طب ما تغنيها بالظبط. قول اولا. اه تمام. كلتنا ولاد تسعه عشان بنسعى. اه والله انا مطلع الاغنيه بس لو قلتها في المنظومه كده هتنزل الجديد ولا يعني ايه؟ لو انا قلتها لو انت قلتها دلوقتي هتتحرق. ما عشان انا عصام. انا عصام وعصام. لا اتكلم انت اتكلم انت وانا وعصام. طب عصام مطلع اغنيه ماشي انا بحب الكشري عشان بسيط وكلام الاغنيه حلو كلام حزز وجهي. استنى بما محمد اداني كوبليهين كوبليه واحد وبيقول لي مش اوعى اوعى يالا قال لي اوعى يالا ما تغمزليش انا قال لي مش هينفع اقولها عشان ما تتحرقش فعادي. طبعا انا عايز اقول لك حاجه انت بتستفز الناس اللي انت عامل لا برنامج يا عم الله يسهل لك كلها بتغني انت عامل برنامج بتكتشف فيه المواهب أوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اصلا مستفز. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تمام. ايه؟ يعني اغنيه وعملتها. لا انا عايز اعمل اغنيه ان شاء الله يا رب تعمل 100 اغنيه. تمام. ده رزقك كلها بتغني. طبعا. انا بقول لك كلها بتغني. طبعا. اللي بيجعر واللي بيعمل كلها بتغني. طبعا. حقيقة. انا بكلمك انت ازاي انت تدي لنفسك الحق اللي انت دلوقتي فلان جابك عشان النهارده فلان بيغني ده فلان بيغني ده احمد بيغني ليلى بتغني انت تقول لي رايك فيه ده مين انت يا اخويا؟ لا انا مش حاسس هو معلش بيقول يطلع صوته من الناس والناس هي اللي تحكم عليه لكن مش هو اللي يقيمه هو بيقيمه هو يطلع صوته للناس والناس قبلته قبلته بقى مش ده حاجه يبقى هو ربنا اختاره في حته معينه حد عنده موهبه هو عايز يطلعها هي ترند واحسن من الترند كله ربنا كبيره طبعا طبعا كل الصفحات دي ابو كبير مصري اليوم النهار موقع بصرا اي موقع الحمد لله الحمد لله الحمد لله عارف مين ليلى شرح كويس نجوم الفن اي حاجه من المواقع دي كلها لو انتوا بتطلعوا بيها ترندات دي اللي هي بتستغلك اليومين دول وبتاع بقالهم سنين وسنين 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 هم عايزين حتى يعملوا معايا لقاء بيخشوا عندي البيتجاب ياخدوا من اللايف عندي او ياخدوا الصوره من عندي بينزلوها عندهم مش بتكبر على الناس بس الحمد لله ثقه في النفس وعايزه محمد دلوقتي يقول حاجه للناس يا محمد صلى على النبي بقى وارحم روح الفريق ايه يا ماشي ربنا يخليني للغلابه طبعا وربنا يخليني الناس كلها ما تخسرش خاطر حد يا رب طبعا وعايزه اقول لكم بجد 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 يا محمد قول للناس انت طيب ازاي او كلمهم عندك ولاد يا محمد؟ ولا يا جماعه لا ما عندكش ولاد؟ لسه ما اتجوزتش كمان؟ هيتجوز قريب خطوبته قريب ان شاء الله خطوبته قريب الصلاه على النبي بص يا جماعه انا بنقلب هو هيهز مصر كلها معلش ربنا يرزق الناس كلها استنى بعد قطع كده عشان ما تنساش انا عندي زهايمر قلت له يا ده عادي الخطوبه هتهز مصر كلها؟ لا لا بص يا جماعه معلش يعني المفاجاه دي علي صوتك كده صوتك ما تستغلبش وانت بتتكلم لا لا ما تستغلبش قلت ليه الكلام كده والله بالظبط كده والله ليه الكلام كده دلوقتي الطبيعه بالظبط كده التليفون بتاعك صوتي ولا يا جماعه ايه دي تقول الكلام انا هو خلص الكلام وانا بني ادم زي اي بني ادم وربنا معلش يعني هو اللي شغل عليه كده وربنا رباني ومعلش الحمد لله والشكر لله ربنا خلينا شهير اكتر واكتر اذا كنت هخش في مسلسل او في اعلان او اعلان او ازاي
التلفزيون. يعني الحمد لله يا جماعه ده رزق جه من ربنا وربنا رزق كل الناس حاجة النبي اللهم امين. وانا احب اتكلم اي حد ولا عايز يشم يشم ولا عايز يكون معانا تحت امره، بس والله يا جماعه دي حاجه جت من عند ربنا بالظبط كده. لكن بقى انا بقول لك عبد الشرطه ولا خطاط ولا الكلام ده، ده حاجه جت كده من ربنا والحمد لله رب العالمين. بس اشكرك. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، انا طالعه من البيتج عندي اولا، بس عشان الناس تقول اولا انا ما باخدش فلوس من البيتج، ما باخدش حاجه ولا يوتيوب ولا البيتج زي ما الناس بتاخد او زي ما الناس بتقول. انا البيتج عندي اصلا يعني فيها مشاكل من زمان وانا حباها كده. ناس كتير من الادمن وناس كتير من السوشيال ميديا قالوا لي نفعلها لك ربح ونعمل ونعمل، انا قلت لهم لا انا بتكلم بطبيعتي. في كذا حاجه كتير قوي قوي مش مستفاده. اللايف بتاع محمد بالنسبه لي يعني عادي، مش اللي هو هيكسبني الدولارات ولا بكسب من اصلا ولا بكسب اصلا من الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا اي حاجه. انا بس بفهم للناس اللي هي مش فاهمانه اللي داخله بتقول انت بتستفادي. لا مش الناس كلها، ممكن الناس اللي هي اللي اللي ما تعرفش يعني اللي ما تعرفش اللي هم جايين كده. هم اكيد مش عارفينك، هم لو عارفينك فعلا اقسم لك بالله هم يتمنوا اصلا يجي يطلع معاك. مقسوم لك بالله هم اتمنوا. عايزين حضرتك سريعا توجهي كلمه لمحمد المستفز وكلمه لمحمد الطيب اللي انت تعاملت معه وعرفت ان هو كويس. محمد المستفز ده اقول له ما تطلعش تستفز الناس تاني عشان واحده من الناس ممكن كنت يعني كده كنت هخبطك. هي اول مره بعملها، هي اول ما شافتني بامانه عملت معاك ايه؟ كانت عاوزه تقطعني. لا حقيقه تخيل بقى كل الناس كده. انت ايه يا عم، انت كل شويه تجيب الناس يمين في شمال، انت ايه؟ اه والله عملت فعلا في كده اقسم بالله. ايوه حقيقه والله والله مش كذب يعني. يعني عملت كده. لكن اقول لمحمد الطيب بجد هو طيب، خليك الشهره بتاعتك دي اوعى اوعى تروح منك في يوم من الايام عشان الشهره ولا عشان الفلوس. لا اوعى بجد بجد. انت ممكن تستفز حد، انت مين انت يا ابني كذا حوار، انت مين يا ابني كذا روح معورك، انت مين يا ابني كذا. ممكن الناس اللي هي تريح الشعب شويه منك وربنا لا 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 لازم نحترم الناس، فلازم نحترم الناس ونحب الناس والناس كلها بتحبنا. محمد اطيب خلق الله، مش بركب بيه ترند. لا وعايزه اقول حاجه، انا بجد بجد الناس كلها بتبعت لي محمد وتجيب محمد عندهم بيستفادوا منه كتير. انا مش مستفاده حاجه، بس انا حابه لما انا لقيته حد طيب وحواليه الناس اللي بتستغله. بس هسالك سؤال بقى، الوقت يبقى واحد بيمشي في الشارع احنا بس كده في النهايه يا نجم مش عارف ايه، عايزين نصور معاك عايزين نعمل فيديو. فانت انا اقول للناس في الشارع طب معلش ما ده اللي بيخليني اصور كل شويه، انا الناس اللي في الشارع اقول لهم لا وليه ما تصورش معايا؟ لا وان انا مش عارف ايه، انا عملتها مع كذا واحد بيقول لي ايه ده انت عايز بيت نجم وانت بتنان لا ايوه امر علينا. لا ما تامرش على الناس، ما عشان كده بقى ما انا عايز اقول للناس كده برضه هنا برضه بقى مش عايز ازعل حد. بقى انا ما برضاش ازعل حد. بقى لازم اقوله تحت امرك طبعا معلش بس من غير فلوس. لا يعني اي بني ادم واحد ماشي في الشارع يتصور معاك عايز يا جماعه. هو محمد لما بيقول للناس الناس عايز تصور معاه او تعمل معاه فيديو ما بيقولش حاجه بالظبط كده. بس انا لو قلت حد لا عشان خفت شويه حلو كان بيقول لي انت بتنطط علينا انت عشان دلوقتي ترند انت على السوشيال ميديا انت مش عارف ايه. طب انا اقول ما انا مش عارف حاجه تانية ولا لا من هنا ولا لا من هنا. لا لا معلش يعني النهارده كنت عند الدكتوره بتاع الكشري طبعا الدنيا اتقلبت عليا هنا طبعا تصوير وفيديوهات ودنيا. طب انا اقول لهم ايه بقى؟ طبعا كنت مع النجم احمد عبد العزيز طبعا طبعا النجم احمد عبد العزيز طبعا اخويا الكبير وحبيبي طبعا طبعا. لا في حاجه ثانيه يا استاذه بقى، التليفونات كميه التليفونات اللي بتيجي واللي غزك ان كل اللي بيتكلم بيسجل واللي يجي يسجل المكالمه اللي بيسجل ده ضعيف اللي بينزل اللي بيسجل المكالمات. بص 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 ما تقطع كلامك. اي حد بينزل تسجيل المكالمات او بيسجل المكالمات لحد ده مش ده اضعف ما تتخيل. حلو انتوا عايزين من واحد زي ده او بعقليه محمد بالطيبه بالفطره اللي الراجل عايش بالفطره ده كل واحد يكلمه يسجل له مكالمه يستفيد منه رد فعله يبقى ايه؟ الناس بتستفزه عشان خاطر تطلع اللي جواه اللي انتوا بتشوفوه ده كده. بص يا باشا اقول لك على حاجه، انا بتكلم بصفه عام يعني اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، بس المهم لا مش صح، اللي عايز يسجل مكالمه يسجلها او اللي عايز يتكلم يتكلم.
حلو الكلام. انا ما بزعلش من حد. شفنا ليك صوره النهارده يا محمد قلبت السوشيال ميديا كلها وانت بتعمل حمام كريم او انت ايه؟ لا انا مش بعمل حمام كريم. بيقولوا لك انت عامل مصر. اه لا معلش يعني يخرب بيتك انا ما بعملهوش. هو حرام؟ لا مش حرام. طب ايه المشكله؟ طب يعني الرجاله كلها بتعمل يا جماعه. لا معلش يعني بتعمل كل حاجه. لا 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 يقول لي انت ايه يا عم انت بتعمله ده؟ يعني بس انت ما بقى كمواطن صالح يعمل وشه ما كانش بيعمل كده في الاول. يعني ربنا بتعمل ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها يعني؟ ايه اللي فيها؟ يعني خلاص يعني لا اوعى انت بقى بسؤالك ده تستفزه عشان انت كده مستفز. لا انت كده انا بسال سؤال الشعب بيساله. الشعب هو بيسالك دلوقتي عندك خليه يعمل زي وكمان يعمل زي يعمل زي بالظبط كده. كله بيعمل كده كله بيعمل وشه كله بيعمل وشه انت لما تروح تعلم ما بتعملش في البشره بتعملش. مش بيحصل كله بيعمل كده كله بيعمل كده. طلع حق هو هو ليه هو شغال على نفسه؟ لا 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 انا كده تحت امر الشعب وما اقدرش ازعل اي حد عشان انت من نوم متابعة. ويا جماعة محمد انت دلوقتي لازم اصحابك من عمال النظافة لازم اللي انت تقعد معاهم استنى ربنا يديك تعمل حاجة واحدة. طبعا تعمل حاجة واحدة. طبعا لا بالله آه تعمل حاجة واحدة. واحنا عاجين في المكان تقف معاهم. طبعا اللي مش لاقي محتاج تديله. طبعا ممكن ده عجيب. خلاص ده 100% تراضيهم بأقل شيء. طبعا حتى لو بايه. بصي يا استاذه الناس دي اللي انا عرفت بيها الناس دي شقيانه وتعبانه. حلو الكلام. بنا غصب عني غصب عني بنا لازما معلش يعني لازم اقف معاهم الحقيقه يعني يا جماعه لازم انا اقف معاهم. ليه بقى؟ معلش يعني ان عامل النظافه ده اصلا ما تعرفش اصلا بيلم الزباله دي ازاي. معلش يعني شغلانه متعبه يا محمد. طبعا احكي لنا كده بتشتغلوا من امتى؟ بص يا بنت بقى الحاج اللي بيرمي المنديل ده واللي بيرمي اي حاجه وبيرمي اي حاجه هو ما يعرفش يعني ايه مهنتها. هو ما يعرفش وكمان مش معلمين الناس بالظبط كده. هو مش عاملين تعال هنا تعال تعال. طب اللايف بس هو مش معلمين الناس اصلا. لكن احنا بنحب الناس وبنحب الناس وغصب عني بس مش اكتر. حبيبي يا عم شباب ربنا يخليكم ويخليكم يا رب ولا يخليكم الصحه وعليكم السلام يا جماعه. وانا تحت امركم وانا مش مزعل اي حد مني وتحت امر اي حد. انتوا تعبتوا منه خليه يشوف اي شغلانه ليه. هو شغلانه دلوقتي يا جماعه السوشيال ميديا بس ده الرزق اللي ربنا اداهوله. وهي الناس اللي بتطلبه بالظبط. الناس احنا مش هنقطع رزق. انا زي ما قلت لكم انا عيالي عامله لهم غنوه من 6 سنين مثلا. كنت عامله قبليها كام غنوه لعيالي. اللي عملت كوم هي الرده بتاعي اسمه على دراعي. القنوات كلها كنت معاها ورفضت اطلع في قنوات كتير جدا 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 فاهم؟ ده رزق ربنا. لكن انا ما رضيتش ان انا اتمادى عشان قالوا لي كلام الغنوه غلط على الاطفال. قلت مش مشكله ادام انا عاملاها بفلوسي وعاملاها يبقى انا الغيها. ده رزق بتاع ربنا. اللي عايز يكون فيه خير وبركه ربنا. كل الناس هتقول لك احنا يا ريتنا نركب زي التريان. لا محمد مش واخد الفاتحه عشان الناس تفهم خالص. ده شغله السوشيال ميديا يا جماعه. بس انا اللي طالبه منك يا محمد اللي انت لما تطلع مع حد ما تستفزش الناس. بس في ناس هما اللي بيقولوا له اعمل كذا خلي بالك. لا 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 في ناس بتحاول تخرج تخرج تطلع بصي تخرج تخرج الحقيقه دي الناس اللي هي عايزاك تطلع الوحش اللي الناس تشوفه. بالظبط 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 دي الناس اللي هي بتاعت مش هقول بقى اسامي كلكم انا عارفاكم انتوا عارفين. بلاش تطلعوا الوحش عشان تستفزوا الناس بيه. بجد محمد طيب جدا على الله حكايته بجد. وده رزقه اللي جاي يا جماعه محدش هيشكوا فيه. ده رزق جاي له محدش هيشكوا فيه. وربنا يوفقك يا ابني بالحلال. وعايز اقول لك ما تستفزش الناس تاني عشان انا لو استفزيت ناس انا كليلى الشبح هبعت اجيبك. لا طبعا بس انت معلم واحد بس وانا بقول لك هبعت اجيبك هبعت اجيبك انت واللي بتصور معاك. بقول لك ايه ولا اديك بالله عليك انا هديك. لا انا بقول لك بس ما تخلكش مستفز بالناس بس. مش مشكله يا جماعه. انت بقيت اشهر من الكورونا. طب ايه يعني يا جماعه؟ مش كده اشهر بعشر من الكورونا. محمد اصلا مريم مشاهده عيالي وامل قالوا لي ماما لا لا قلت لهم انا قاعده تحت انا طالعه الساعه 9 الصبح من كام يوم. حصل
قالوا ايه ده حكايته ده؟ ايه حكايته يعني؟ ايه حكايته معاكي ده؟ حصل. ومن كام ومن شهر متهيألي عند رفعت ولا مش شهر؟ شهر. ايه يا جماعه ده؟ بس فلا لا لا يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. اهمل ده شويه بقى. مش تهمل، الله يرزقك، ده رزق بتاع ربنا، بس ما تستفزش الناس. لا لا يا جماعه يا جماعه انا بقولها لهم ما تستفزش الناس، لو لقيتك استفزت الناس انا اللي هحاسب. هتجيبك. لا طبعا. لا بقول لك ايه، لما ما اقدرش افتح بوقي طبعا ده حقيقه. ربنا يكرمك يا محمد ويوفقك. بس طبعا استاذ يا كابتن لعبي الشبح بس مستنيينك بقى تغني لها اغنيه. يا له حاجه. لا قلنا بقول لك ايه، لا اي حاجه ولا اطردوا عشان يطلع ترد اللي انا طلبته. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لحد كده انتهى البث المباشر بتاعنا، واستنونا في لقاءات تانيه كتير. الى اللقاء.